ألعاب الخفة والسحر إلها كثير طرق تخلينا نشعر إنه إحنا في عالم ثاني، بس اليوم حبينا نفرجيكم مجموعة من الخدع مع خبير ألعاب الخفة العالمي معين البستكي. رح نتعرف عليه أكثر بهذا اللقاء من استوديوهات زي كونكت بالعربي. أهلا وسهلا فيكم مشاهدي زي كونكت بالعربي. اليوم معانا خبير ألعاب الخفة معين البستكي. أهلا وسهلا فيك. يا مرحبا وسهلا فيك. طبعا شوي شوي رح نبدي، بس بإذن الله اليوم متحمسة لأنه سمعت أشياء رح تسويها رح تخلينا ما نعرف شو نفكر. ننبهر إن شاء الله. ننبهر. شو رح نسوي أول شيء؟ نبدأ؟ يلا زين. خلينا نسوي أشياء. أنا بس أعتذر من الوالدة، أنا من البيت وأنا طالع أخذت شوي أغراض الخياطة عندها في البيت. زين، فجيت بخيط. زين، خياطة عادي صح؟ زين، يعني أنت كل ما تطلع من البيت تأخذ شيء؟ بيعتمد. اليوم قررت اليوم أخذ جاي شوية أغراض الخياطة. لحظة، هو فات من هنا وطلع من هناك وما في ألم ولا شيء؟ عشانكم يهون الألم. يا الله. أنت تلعبين الطاولة أحياناً مونوبولي صح؟ في الطاولة أو المونوبولي في عندك الدايس، تعرفين الدايس؟ هذه صح؟ فاللي أبغيك تسوين تاخذين الدايس تحركينها كثر ما بغيتي وأحاول أخمن من البادي لانجوج شو ممكن يكون العدد اللي فيه. حمثل اليوم. فسوي اللي عندك، حطي شوفي لو حابة تاوين الكاميرا كمان اللي يريحك. يوم عندك اختار اي رقم، العدد اللي فوق اي رقم بس يكون اللي فوق. انزين، فعندك العدد، عندك عدد معين موجود، حطوا ساوند هاي الحركات الباك ساوند. اوكي، عندك عدد، خلي ايدك مثل ما هو. اوريني الكاميرا لحظة. اي يمكن. اوكي، اي كام هذه وتردينها في ايدك. زين، هالعدد اللي فوق صح؟ انزين، ابيك تركزين معايا، العدد موجود؟ موجود. ابيك تفكرين بالرقم، كأنك قاعد ترسلين الرقم من مخك لمخك، تخيلي هالخيط اللي انا بلعته مربوط من بين مخي ومخك، انزين؟ عندك عدد موجود، قاعد تشوف. ممكن اكون غلطان فيها ما اعرف، بس احس ان رقم 5 ممكن رقم 5. شكرا. ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو فيري ماتش. بسم الله الرحمن الرحيم. خليها مره ثانيه، خليها اسويها مره ثانيه. لا تكون صدفه. خليني اشوف، ممكن صدفه. ممكن صدفه. خلينا نشوفها مره ثانيه، شوفي عدد ثاني. اوكي، هذا الرقم راح اوريه الكاميرا. خمس. اوكي تمام. عندك الرقم موجود؟ موجود. اوكي. ممكن أكون غلطان ما أعرف، عشان تخربطيني حركيها شوي وخلي نفس الرقم. حركها يعني. حركي شوي خلي نفس الرقم عشان بس تخربطيني شوي، يمكن قاعد أحس برقم غلط. أوكي رقم من الأرقام المفضلة عندك تقريبا أحيانا. مستحيل. رقم 3 صح؟ راويها مرة.
خلينا هالمرة نصيبه من الأرقام المفضلة لأنه لا مستحيل. خلينا هالمرة لا تشوفينها، تخيلي هالشيء، تخيلي أنت ما شفتيها فما هو بدي لانجوج، غيري الرقم اللي عندك. آه أي صح أي أوكي. إنزين لا تشوفينها، هل ممكن أنا أخمن شو ممكن يكون الرقم اللي في إيدك من غير ما أنت تشوفينها؟ تمام؟ يعني أتخيل الرقم. لا تخيلين. بس حركي. زين. وخليها في إيدك. أوكي. وبحاول أشوف هل ممكن أخمن الرقم الموجود بدون ما أشوف. الرقم الموجود من غير ما تشوفه. يلا. زين. فخلينا نسوي المستحيل حالياً. أول واحدة شفتيها يمكن أنا قالت شيء من بادي لانجوج. هالمرة. يمكن حتخبرك شيء. يمكن حتخبرني من الشباب حد موجود بعد يخبرني شيء بإذني. مش لا تشوفي. لا تشوفي. ممكن يكون غلطان؟ ممكن لا. لو كنت غلطان أزيمة كل الشباب هاي عشاهم عليها. يلا. ما أعرف. أصلاً أنا ما أعرف. وأنت ما تعرفين؟ ما حد. ولكن حخمن الرقم. رقم واحد ما أعرف شو فيه. رقم واحد. رقم واحد. غلط. خلاص خلاص اعتزلنا اليوم. معين ثانك يو سو ماتش. والله يعني الحر والايموشنز اللي صارت عندنا اليوم باللقاء شيء جدا رائع. لازم نجي ناخذ عندك دورات على فكره، وخصوصا هذه الحركات جدا حلوه. يعني احس انه مثل ما تفضلت انه العائله حلو انه يكون عندها هذه المهارات. شكرا لك، اتمنى لك كل التوفيق وشوفك باللقاء الجاي جدا استمتعت. شكرا لك. شكرا لك.